سبتة أو سيوتا بالإسبانية، ترى أن خطوة تعليق الحركة التجارية تستدعي ردا متشددا. أمام الوضع الذي نعيشه حاليا بسبب قرار دولة مجاورة لنا علاقات كبيرة بها، وجب علي القول إن علاقة حسن الجوار والصداقة الجيدة لن تثنينا عن البحث عن خيارات فيها المصلحة الكبرى والاستراتيجية لبلدنا. بالنسبة لرئيس حزب كابلاس محمد علي، القرار المغربي سيادي، ملقيا بمسؤولية إيجاد الحل على الحكومة المحلية في سبتة. لتجاوز الوضع المتأزم لسبتة، ندعو حكومتنا إلى اتخاذ التدابير المناسبة والمحترمة لعلاقة حسن الجوار. إغلاق الحدود أثر بشكل سلبي على شريحة واسعة من المجتمع، ولا بد من تحرك لخرق البدائل. البدائل هو ما يراهن عليه صناع القرار في سبتة. يرى السيناتور السابق عادل محمد أن على الحكومة أن تولي وجهها نحو أسواق جديدة في إفريقيا، وكذلك العمل على تشجيع أنشطة اقتصادية أخرى مربحة. يجب خلق أرضية للتجار ولكل من له علاقة بالمجال التجاري. علينا البحث عن أسواق أخرى في أفريقيا عبر التنسيق التجاري والقانوني مع السفارات الإفريقية في إسبانيا، كما يجب تحويل سبتة إلى وجهة سياحية. المدينة تمر بمرحلة صعبة ولا جدال حول ذلك. مطلبنا العاجل تدابير مناسبة تحترم العلاقات المشتركة بين البلدين. مثل هذه الأزمات عهدناها، وكما في الأسطورة سبتة ستنهض من تحت الرمادك العنقاء. بينما تبحث سبتة وحكومتها عن حلول بديلة للأزمة، لا تزال الخيارات محدودة لدى الطرف الآخر المغرب، ما قاد إلى احتجاج صامت تفضحه عيون الحمالات أو من كنا يتولين نقل البضائع عبر المنفذ الحدودي. عندي وحدة هي وصلت انتحار، فهمتيني؟ بسبب هاد المشاكل هاد الآخر تنجي دايما مقهورة. شحال من مرة كنت مبغيش نبين له، وخا تنكون ما خدمتش كنقول ما انا خدمت، فهمتيني؟ ما نقولهاش انا خدمت. دابا هي وصلت للانتحار، هذه راه دابا مده ديال شهر بسبب هاد المشاكل وهاد الشيء هذا، فهمتيني؟ كيشوفوا ما كاينش الاب، ما كاينش الاخر، بوحديتي تنضرب تامر، فهمتيني؟ ودابا هي تتعاني يوميا عايشه بها في السبيطار. رحيم واخريات من الحمالات كتبت عليهن الحياة بين نارين، حمل الأثقال والدوس على كرامتهن كل صباح في مقابل لقمة العيش، أو التزام ويتهن والاستسلام لعطالة فرضت عليهن والموت جوعاً.